السلام عليكم. اليوم نتحدث عن قصة وحوارات القاسي عديم الرحمة رود هوغ. الاسم الحقيقي لرود هوغ هو ميكو رتلج، ويبلغ من العمر 48 عاما، وهو من استراليا من مدينة جنكر تاون، لكن يقال انه كان يعيش في نيوزيلندا، وكان يعمل لدى جماعة مخالفة للقانون وتدعى بقوات تحرير استراليا، وكذلك كان يعمل لدى ملكة جنكر تاون، والان يعمل لدى جنكرات كحارس شخصي. رود هوغ مجرم قاتل عديم الرحمة، اكتسب سمعة سيئة لقساوته ورغبته في التدمير، وهو يلتزم بالصمت في معظم وقته. رود هوغ يرتدي قناع ويستخدم غاز يسمى بهوغدروجين للاستنشاق، يحتوي على خليط كيميائي مضغوط لمساعدته على مقاومة آثار الإشعاعات. قامت الأمم المتحدة رسمياً بالسماح للأمنيك ببناء مصانع أمنيوم في المناطق التي تعرضت لهجمات الأمنيك في استراليا والمنطقة المحيطة، على أمل أن يتم بناء عقد سلام مطول بين البشر والأمنيك، وأن يعوضوا الخسائر التي سببتها الأمنيك في العالم وبالأخص استراليا. كذلك تلك الأراضي تحتوي على الطاقة الشمسية اللازمة لمساعدة الأمنيك على الإنتاج، وهذا أفضل من أن تظل المنطقة خالية. لكن لم يتفق الكثير من الناس من الناجين من الحرب والمزارعين وسكان المنطقة المحيطة على تلك الاتفاقية، ومن بينهم ميكو رتلج، وكانوا غاضبين من أن الأمنيك استولت على أراضيهم. فقام ميكو ومن معه بالتمرد، وكونوا جماعة تدعى بقوات تحرير استراليا، وكانوا يقومون بالتخريب وتدمير الآلات والأعمال الإجرامية على مصانع أومنيوم، كل هذا لأجل استعادة أراضيهم. واستمروا بالقيام بالجرائم إلى أن قام أحد المتمردين بالعبث بالقوة النووية لمصانع أومنيوم، وأدى ذلك إلى انفجار نووي دمر المصنع والمنطقة المحيطة وجعلها أرض قاحلة مدمرة وكذلك مشعة. ميكو تعرض للإشعاع وكان يشاهد وطنه المدمر القاحل، ومنذ تلك اللحظة تغير ميكو إلى الأبد، واضطر ميكو إلى ارتداء قناع ليخفي ملامح وجهه، وشيئا فشيئا بدأ ينسى إنسانيته، وبقايا ميكو بدأت بالتلاشي حتى أتى اليوم الذي تحول فيه إلى القاتل عديم الرحمة رود هوغ. وفي ذلك الحين الناجين من الانفجار قاموا ببناء مدينة من البقايا وتدعى بجنكر تاون تحت قيادة الملكة، وظل رود هوغ يسكن في مزرعته والتي كانت تقع في ضواحي جنكر تاون. وفي وقت ما جعل من نفسه عدوا للملكة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانه الدخول إلى جنكر تاون طالما أنه لا يحمل أي سلاح. وفي أحد الأيام وجد رود هوغ بعض الأشخاص ومن بينهم جنكرات، وهم يحاولون سرقة ما في مزرعته من خردة، وسمح لهم بالذهاب بشرط أن يأخذ ما لديهم من الخردة والأسلحة. ثم توجه إلى المدينة وقابل شخص يدعى بروس وأعطاه الخردة والأسلحة بمقابل اسطوانات هوغدروجين. بروس قال لرود هوغ أن العالم يريد أن ينسى أشخاصا مثلنا، وأننا يجب أن نبقى بعيدين عن الأنظار. توجه رود هوغ إلى حانة لشرب البيرة بالمال المتبقي، وفي تلك الأثناء كان هناك بعض الأشخاص وهم يقومون بتهديد جنكرات للاعتراف عن مكان كنز معين. جنكرات قال لهم أنه يثق بصديق ليدافع عنه بمقابل 10% من حصة الكنز، وأشار بيده إلى رود هوغ. رود هوغ تجاهل كلامه، وبدأ جنكرات يرفع نسبة الحصة ب20 و25%. ثم أتى أحدهم إلى رود هوغ وقال أن الملكة لا تريد رؤية رود هوغ في المدينة، وطلب منه أن يجلس كالخنزير الصغير المهذب. غضب رود هوغ وقام بالإطاحة بهم وطردهم من الحانة. جنكرات كان سعيدا لأن رود هوغ وافق على مساعدته بمقابل 10% من الحصة، لكن رود هوغ أصر على أن يكون حارسه الشخصي بشرط أن يحصل على 50% من الحصة. جنكرات لم يكن راضٍ على هذه الاتفاقية، لكنه وافق على أي حال. ومن هنا أصبحا رود هوغ وجنكرات رفيقين في العمل، وقال رود هوغ أن العالم بحاجة إلينا وسنتأكد من أنهم لن ينسونا. في مرحلة ما طردا رود هوغ وجنكرات من مدينة جنكر تاون لأنهما كانا يقومان بسرقة مال الملكة ويقومان بالعبث بممتلكاتها، وكان جنكرات يلوم رود هوغ على كل هذا، وحينها كانا يفكران بالقضاء على الملكة. وذكر جنكرات أن هناك شيئان يحلان كل المشاكل، المال والمتفجرات، وقال أن لديه فكرة. ومنذ تلك اللحظة بدأ بسلسلة من الفوضى والخراب والأعمال الإجرامية كالقتل والسرقة في أنحاء العالم، بداية من سيدني إلى كينغزرو في إنجلترا. وكانا يؤمنان بعقيدة أنه لا عمل كبير جدا ولا ربح قليل للغاية، كما أنهما قاما بحفر نفق في دورادو وقاما بسرقة الذهب، وأيضا قاما بسرقة مجوهرات التاج الملكي في إنجلترا، إلى أن سببا بالفوضى في الملايين من الممتلكات حول العالم. لأجل ذلك قامت السلطات في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية واللاتينية بوضع فدية لمن يقبض عليهما تصل إلى 25 مليون دولار. وفي وقت ما توجها إلى سيدني، وقام الرئيس التنفيذي للشركة العالمية هايد جلوبل بعقد صفقة مع رود هوغ وجنكرات للقضاء على بعض الأمنيك المجرمين، لكن بالنهاية اتضحت أنها مكيدة لقتلهما وتمكنا من النجاة. وفي اليوم التالي ذهبا للانتقام من المدير التنفيذي وقاما بتفجير برج شركة هايد جلوبل. بعد مرور فترة من الزمن عادا رود هوغ وجنكرات إلى مدينة جنكر تاون وبحوزتهما الذهب والمتفجرات، وهذا هو اليوم الموعود للقضاء على الملكة. وكان لدى جنكرات العديد من الخطط، لكن رود هوغ أعطاه الموافقة على الخطة المثلى، وما أن بدأ بتنفيذ العملية فشلت خطتهم للقضاء على الملكة بسبب غباء جنكرات.
والآن حان الوقت للحديث عن حوارات رود هوغ أثناء اللعب ومع بعض الشخصيات. رود هوغ شخصية صامتة ونادرا ما يتحدث، وإن تحدث في الغالب حديثه يشمل القتل ونهاية العالم، وهو بالفعل لديه نبرة صوت مخيفة. I'm a one-man apocalypse. Welcome to the apocalypse. Life is pain. So is death. Violence is usually the answer. We're all animals. What's mine is mine. Hook, line, and sinker. I'm in no rush. What are you looking at? Got something to say? You chicken? Want some candy? Like taking candy from a baby. Roadhog rides again. Back for more. Get down. Here, little piggy. Squeal for me. I'm gonna make you squeal. Oh, goody. I'm on fire! Now that's more like it. I am unstoppable. Easy. I'm a prime specimen. Only thing you can count on in this broken world. No job too big, no score too small. A reward fit for a king. Shiny. Ready to go whole hog. لدى رود هوغ بعض المراجع والتلميحات مثل Come here. وهذه تعود لسكوربيون من سلسلة مورتال كومبات. Everyone has a plan. Till they get punched in the mouth. وهذه إحدى اقتباسات الملاكم الشهير مايك تايسون. So much drama going on in the LBC. It's kind of hard being road HO single G. وهذه تعود إلى أغنية جين أند جوس من المغني سنوب دوغ. It says left. وهذه تعود لمجموعة الخواتم على يده اليسرى. Go on, ask me what the other one says. وهنا يسأل بسخرية عما هو مكتوب في قفازه الأيمن. Say bacon one more time. وهذه قد تعود إلى اقتباسه من سامويل جاكسون من فيلم Pulp Fiction. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, mother. Say what one more goddamn times. وعند إنجاز المهام. We're losing. Attack. Get on the attack now. Why is the payload stopped? Stop them. Stop that payload. You're in my house. Get out. Point is mine. Property of Roadhog. وعند هزيمة الأعداء. Sit down. Scrap 'em. Hurts so good. No pain, no gain. I'm the one who gets even. Push off. Piece of cake. Idiot. Stay out of my way. وعند هزيمة ريبر أو سولجر 76. Nice mask. رود هوغ لا يحب أخذ النصائح من جنك رات. Try not to get us killed out there. Shut up. You hook 'em, I'll cook 'em. Oh, shut up. I'll hook 'em. And I'll cook 'em. كذلك رود هوغ يذكر جنك رات بعدم القيام بالمشاكل. Hey, stay out of trouble. I'll be on my best behavior. I'm always saving your skin. Someday, I'm just gonna leave you. رود هوغ يحب الهدوء، لكن جنكرات لا يكف عن الثرثرة. You won't believe the joke our pig face over there told me the other day. Road Hog. Do you ever shut up? وعندما يقوم أحد بهزيمة جنكرات، ينعم رود هوغ ببعض الراحة. Someone finally shut him up. I'm tired of hearing your voice. Peace and quiet. وعندما يقوم جنكرات بهزيمة أحد أمام رود هوغ. About time you did something useful. مكري يفكر بالقبض على رود هوغ وجنكرات كونه صائد جوائز. I heard there's a nice reward for bringing you fellas in. Try me. رود هوغ لا يكف عن الحديث عن القتل حتى في الأماكن الجميلة مثل أويسس أو إلياس. Pretty place. Be ashamed to have to kill someone here. وفي منطقة روت 66. If I wanted to go to the Wop Wops, I could have stayed at home.
كلمة ووب ووبس لها عدة معاني، لكن قد يقصد بها رودهوغ الطريق الوعرة أو المكان المدمر. رودهوغ وجنكرات لديهما بعض الذكريات الجميلة في دورادو حينما حفروا النفق وقاموا بسرقة الذهب. They stopped up again. Now I know why they call this place Dorado. ويقصد بدورادو الكنز التاريخي المفقود الدورادو، وكذلك الدورادو كان هدف نيثن دريك في الجزء الأول من أنشارتد. كذلك رودهوغ وجنكرات لديهما بعض الذكريات الجميلة في كينجز رو. Pretty sure they're still mad about those jewels we stole. I miss that crown. Ah, remember that time we stole the crown jewels? All hail King Jameson Fawkes the First! And, Duke Roadhog? What is your name anyways? Mako. God save the king! God save the king. على كل إن هذه كانت قصة رودهوغ وبعض حواراته في اللعبة. أشكركم على المتابعة. Thank you. ولا تنسوا اختيار قصة وحوارات الشخصية القادمة. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. وحتى ذلك الحين استدعوكم الله والسلام عليكم.